إذن ها هو المشروب تاعي، كيف نتحصل عليه؟ يعني مليح القوام تاعو، شوفوا كيف القوام تاعو، يعني يكون يعني نوعا ما قيل شوية، راح يجي يعني لذيذ رائع. هذا هو، وما قلت لكم شنو نحتاج، يعني الكريم فريش، يعني الكريمة الطازجة يعني للتزيين. اذا انا كملت، وانا نروح نديره في الكاس تاع التقديم ونجيبو. ها هو المشروب تاعي كما راكم تشوفوا، وزينته بالكريم شانتي من الفوق، وهنايا زينته بالصوص كشوكولا، وهنا زينته بالصوص تاع الفراوله. ايوا ان شاء الله يا ربي تعجبكم المشروب تاعي تاع اليوم. وش نقول لكم، اللي مازال ما اشتركش في قناتي يتفضل مرحبا تشتركوا في قناتي، واعطوا تعليقاتكم ان شاء الله. وهذه هي، نقول لكم ان شاء الله في رعاية الله وحفظه، وان شاء الله مع وصفة اخرى جديدة باذن الله. يلا السلام عليكم.